رام الله فوق مقر المقاطعة في مدينة جنين. نحن نرى هذه الصور أيضا مباشرة معك خالد. نعم. صور المروحية نحن نعرضها الآن مباشرة. تفضل. نعم. تصل الآن أنا أشاهدها من حيث أقف بين عند مقر الاحتفال عند في مدخل مخيم جنين، حيث يصف المئات من الفلسطينيين سواء كانوا من قيادات تنظيمية أو من جماهير شعبية فلسطينية بانتظار وصول الرئيس الفلسطيني الذي يرافقه بحسب التصريحات مدير المخابرات العامة ماجد فرج وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ وعدد من كبار الشخصيات السياسية. المئات بانتظار هذه الزيارة التي تأتي بعد تقريبا 19 عاما من الزيارة الأولى عام 2004، وبحسب تقديراته هي الزيارة الثالثة لمدينة جنين والأولى بعد العملية العسكرية الإسرائيلية التي اجتاحت فيها القوات الإسرائيلية مخيم جنين وقتلت 13 فلسطينيا ودمرت المئات من المنازل ودمرت البنية التحتية في المخيم. لذلك الرئيس الفلسطيني وبحسب تصريحات الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة يحضر اليوم إلى مخيم جنين لمؤازرة أهالي المخيم ولأن يقول لهم بأن السلطة الفلسطينية تقف إلى جانب أهالي المخيم، وأيضا للاطلاع بنفسه عن عمليات إعادة إعمار المخيم التي بدأت فور انتهاء الاجتياح الإسرائيلي. نعم، هل هناك أي تعليقات من جانب الفصائل المسلحة؟ لا لم يتمني أي تعليقات من الفصائل المسلحة، لا مرحبة ولا مستنكرة هذه الزيارة، ولكن بحسب ما رأيت فوق الأقواس التي هي رمز ومدخل لمخيم جنين الأعلام الفلسطينية بمختلف ألوانها وأعلام الفصائل الفلسطينية أيضا مرفوعة فوق هذه الأقواس أو فوق هذا النصب عند مدخل المخيم. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.